أربع نساء يا الغداوي بارك الله. إذا تحية لسبع نساء. إذا نقدم التحية لجوج نساء ويقف هذه السنة هذه المجلس ديالنا كينظم هذا المهرجان في إطار الاحتفال بالذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، وكذلك بمناسبة ذكرى ميلاد صاحب الجلالة ذكرى 60، واعتدنا أننا كنحتفلوا بهذه المناسبات يعني في هذا الوقت هذا. مجلس مقاطعة يعقوب مصر كينظم هذا الفن ديال التبريضة اللي اعتدنا اننا كنظموه سنويا. الفرق ما بين السنوات السابقه وهذه السنه هذه كيعرف مشاركه ديال عدد ديال كثير ديال الصربات، وهذا العام هذا وصلنا 50 صربه وكتمثل الجهه ديال الرباط للقنيطره، وان شاء الله في التنظيم كذلك حتى هو كان جيد. هاد المره هذه كان احسن من السنوات السابقه، بحيث اننا عندنا جوج ديال المحرك، محرك واحد والمحرك جوج، واللي كيعرف المشاركه ديال كل محرك ب 25. هاد ال 50 صربه فيها ثلاثه ديال النساء، والتنظيم يعني بشكل جيد وبمشاركه الجميع، لا بالامن الوطني ولا الوقايه المدنيه ولا القوات المساعده ولا السلطه المحليه، ومن طبيعه الحال هادشي كلشي تحت الاشراف ديال السيد ولي جهه الرباط سلا قنيطره. المهرجان اللي هو تيجي في سياق الاحتفال بالذكرى 24 لاعتلاء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله واياده عرش اسلاف المنعمين، وهي مناسبه مقرونه بالاحتفال بعيد الشباب المجيد ذكرى 60 لميلاد صاحب الجلاله حفظ الله ورعاه. مقاطعه يعقوب منصور تحتفل بتاصيل تؤصل الاحتفال من خلال ربط الماضي بالحاضر، من خلال الاحتراف ربط جسور الماضي بالحاضر، لان الفروسيه هي دلاله على الرجوله والاستماته والارتباط بالنخوه المغربيه المتاصله. اذا اخير ما نقدمه للسود العالي بالله هو هذا الاحتفال المقرون بالتاصيل، مقرون ب الاحتفال بالتراث المغربي اللي هو التبريطه هي جزء لا يتجزأ منه. اذا تنقول للسكان يعقوب منصور، سكان مدينه الرباط، زوار مدينه الرباط، مرحبا بكم في هذا الاحتفال اللي تنأملوا انه يكون احتفال للفرجه للمتعه وفي نفس الوقت للسلامه. تنأملوا ان هذا الاحتفال يكون بدايه احتفال اخر، تنأملوا أن السنة المقبلة إن شاء الله ما غيكونش احتفال على مستوى الرباط وأحوازها، وإنما هو احتفال على مستوى الرباط جهة رباط سلا القنيطرة. إذا هذا هو السياق الآن اللي تنحتفلوا فيه في فضاء حي الفتح مقاطعة يعقوب منصور.